غير مدوم وانا يوم بيوم تبقى حكاية وتبقى رواية في ضشواك أحلام. في حكواتنا ملامح ذاتنا سيرة مدوم وانا يوم بيوم تبقى حكاية تبقى رواية في ضشواك أحلام. فيها العالم والمتعلم فيها الظالم فريال ومعي سليمان. سليمان واد حمزة؟ الهنا ازيك؟ هاي يا سليمان. عشان خرطوم مسكتك مني انا فاض مرة؟ انت كيف حالك؟ نحمد الله على الشقا. هذا الحال. يتغير ان شاء الله للافضل. اتفضلوا، اعقبوا، اتفضلوا. جعفر وينه؟ ما سامعين الهيو والحيواب ده؟ معلش، مستعجلين وعايزينه في كلمتين. وحات ابويا المدفون يوم الجمعة، اما دعشيتوا معانا ما بتمشوا. أسي منو عشاكي؟ قادة نار مولعة فطير بلبن. خلاص انت جهزيو على بال ما نمشي ونجيك عندنا جولة في الحلة. خلاص العشاء عندي هنا، ما تتأخروا إن شاء الله. ود عكر مينو؟ أنا سليمان ود حمزة. سليمان الأفندي؟ كيف حالك يا ود عكر؟ مبسوط، ماك شايفني بنطت. سلامات حبابك، حبابك لما تتكفي اللي ما عرفتي. أنا فريال زوجة ولدكم سليمان. بنت الخرطوم. أنا من المسالمة ومدرمان، ورحلوا جيني بلدنا برق العطشان. جينا للتحية والمجاملة، وحاجة تانية أهم من كده بكثير بتهمكم كلكم. عارف، استريح استريح. داير أقول شنو؟
قلت لك استريحي قولي خليه. تحفر روحه معلقة في الهيو بذمتك. بعد الهيو وصل السما داير يقع يكسر رقبته ويتكلم معاك انت واد همزة. صدفة كويسة انه انا لقيتك انت. خليه يحفر. صدفة كويسة. في موضوع مهم بهم الحلة دي دايرين نتكلم فيه. انت بقى عارف واد عكر ما بياكل الصدفة ولا بيدنجر للواقعي. كلام فيه مصلحة عامة. تتكلم معاي بالصدفة وبالليل. وكيلك الله انا بالليل ده كان اديتني لبن ما اشرب وان اديتني قروش ما اشيل منك. افهمني يا واد عكر انا ظرفي ضيق. ايه والضيق ذاته ما سمع. كان دايرني انا عندي دار تعلي بالنهار. الحاجة ليه يا بنتي؟ أمي نصرة؟ سلي مني. أحي 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 الحاجيني أسنديني عيديني يا بنتي. يدك معنا مربوطة. أكلتني عقرب هشيم. عقرب؟ النبي عقرب. عقرب الهشيم شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعفر يا جعفر ألحق أمك. جعفر بيسوي لي شنو يا بنتي؟ ألحقيني. ولا عكر خالتك نصر ومجحفر قرصة عقرب. يا الكباش يا البحر الماشي عقرب ده كله من الحطب. الحطب قريته طاير معلق بين التريه وبريه. خلاص أنا نربط حماري ده ونمشي. بيتك بيدبية وعرضتك نبية. ده بيتك بيدبية النبي زكريا. من عين الفتى القدة الواطة ومن عين الضيف المثل السيف ومن عين أمك وأبوك المثل اللي سود يتناشلوك. أخرجي أخرجي. أها سوي العشاء. الضيوف في الديوان. خفت 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 ولا ما خفت؟ خفت. نوديك الحكيم؟ أنا أمك يا جعفر بتلتي للناس بالليل؟ لا لا والله خفت. أها أنقز لكم؟ أنقزي أنقز لكم؟ ليه فوق؟ ليه فوق؟ ليه فوق؟ تاني ها ليه فوق؟ ليه فوق؟ عليك الله يا سليمان. أفتح الموضوع ده معاه طوالي. أنا بكرة عندي شغل في الخرطوم. أفريال أنت براك عارف الموضوع خطير محتاج لسياسة. كيفك يا واد حمزة؟ You're very good. السيدة دي بقى لي خير تمشي علينا سلهنا بيغاد. ما بحتاج عادي ممكن أتعشى معاكم. عادي؟ عادي كيفين؟ تدخل يدك مع الرجال؟ والله أولاد المدارس الله إني ما تدخل إذا مع الرجال تلقاها ما في. سليمان أنا حستناك في العربية لحد ما تخلص. قالوا الزاير في يد المزيور. أنت تمشي بغادي مع النسوان. إذا ما بتاكلي مع النسوان يسووا لك عشاك براك. يا جماعة الموضوع ما كده. نحن جايين لموضوع مهم جداً. الأهم من كده أنتوا ضيوف ونحن ما بنسأل الضيف من اسمه إلا بعد 3 يوم. أنا ما جاي ضيف
أنا جاي سليمان ود حمزة ود الحلة دي. لك 11 سنة في الخرطوم، بقيت ود الحلة دي كيف؟ معلش اسمعوني، أنا جاي بخصوص. الجاي بخصوصه نحن عارفينه. أنا لازم أتكلم. خلي ضو النهار يطلع. الدنيا ليل والليل ده قوس. يا جماعة نحن أولاد عم، وأنا ما غريب، وما جاي أقول كلام فيه ضرر، أنا جاي أقول كلام فيه مصلحتكم. ود عكر، نحن كانت عترت لنا مرة بالليل بنوديها الحكيم؟ نعصب لها بطونة والصباح رباح. أكل عشاك ده وتجمع في بيتكم، والليل صفحة بتنطوي، وكلام الليل بيمحاه النهار. بلد مظلمة وأهلها صعبين. طبيعت الناس كده. الحاية الثانية فاهمين الموضوع ويعملوا لك ما عارفين. أهلنا ديل ثقافتهم كده، عندهم مشكلة مع الليل وبخافوا من الوافد الجديد الزيك كده. العجبهم في الحلة دي شنو؟ لا كهرباء مستقرة، لا خدمات، لا إنتاج. قالوا لهم القرى الثانية وافقت على الرحيل عشان السد هيغرب باقي القرى. قدامنا مهمة صعبة، شد حيلك يا فريال. أنا ما شفت ناس زي ديل، ما عارفك حتفتح الموضوع ده معهم كيف. ناهيك عن تقدر تقنعهم. وافقوا ما وافقوا الحلة حتغرق وفي النهاية حيرحلوا. لا، نحن عايزين نضمن لهم حقوقهم ويستلموا تعويضاتهم بشكل حضاري. نشوف بكرة يحصل شنو، بس عليك الله اشتهي لي فطيرة بلبن لذيذة كده من يدك الحلو. حاضر. الشكل يا دي ما قادر تدفعي في الحمام. هي المروه وينها؟ عافيه ناس، صباحكم زين. الله يعافيك. سليمان ودى المدارس ودى الخواوي. الحين ازاي؟ يحميك الله من شر خلقه. طالعين ولا شنو؟ ماشي حله البير الحق الطاحونه دقيق عيش. ده انا ماشي على الجزيره عندي حوض بصل. اها، جيتك في بيتك والدنيا نهار. سمح امشاكا عليك على الحيط. اها شنو؟ شوف يا سليمة، نحن كلام بعد بكرة عاد نعرفه. عارفين انك داي تقول شنو؟ الغرة اللي على البحر كلها رحلت وداينا نرحل، ما كدي؟ بتغرقوا، لانه لما يقوم السد الموية بترد عليكم، ومن ناحية هندسية الغرية حتغرق. هلا هلا سويت راسك مع الحكومة وجاي تقول لنا ارحلوا؟ ارحلوكم لحتة أفضل ويعوضوكم زي ما عوضوا ناس القرى الثانية، ونحن لو ما القرى البديلة أفضل ما كانوا وافقنا. قد لف الحل دي وعينك في راسك وضانك تسمع، وأنا مع الكثير ما بسوي لي راي براشي. يلا يا ولد. سمح يابا. حلة طاحونة ما فيها، العجبكم فيها شنو؟ واقرب مدرسة 10 كيلو. جعفار المفازة. هلا هلا ود الخواويط، أبيت البلد دي ما يكون. البارح شايفك في الهيوب. أزود الهيوب ده بسوي يوم الحصاد، حاصين خلي بالك. اليوم نحن سوينا عشان نذكر الواطة دي ما تنسانا. الواطة تنساكم كيف؟ صايمة الواطة، صايمة صوم طويل. حتى النخلة اللي كان بتستف الشوال بيقتل الريح، الحبة ما بتديها غير بليحات مصرصرات، النمل ما بيرضابن. والقمح؟ القمح كله ما نجري عليه يجري مننا غادي. والسواقي؟
البحر جفل يبس بقى زي الشامة في التور الأبيض. سمح القاعد الله شنو؟ ده الكلام اللي بيجي مع مويتك من قبل حرقك السمل الكليمي دي اللي عاجبكم في برق العطشان شنو؟ عجبانة عجبانة برق العطشان. ألف لا بأس عليك يا ماما. مالك؟ ولا حاجة، شديدة ولذيذة. جيتك قريبة عشان أوريكي حاجة. ده شنو؟ ده سد مروي، حيكون عامل كده. بخيته مبارك عليه أهله. وبعد ما يقوم السد ده القرى دي كلها هتغرق. عارفة كده يا أمي؟ وكيد هتغرق. الفايدة شنو؟ السد خير عام، والبلد كلها هتنور بالكهرباء، وأريدكم الجديدة ذات السد ده حيرويها. يرويها كيف وهي غرقانة؟ نحن حنرحل لقرية نموذجية جديدة. يعني خلاص؟ برق العطشان قتلتوها وبكيتوا عليها ودايرين تدفنوها وما تصلوا عليها؟ افهميني يا امي. مداينا الله من هنا ما مارقين. بتغرق الحلة دي كلها مهددة بالغرق. ما تغرق، نحن ذاتنا دايرين الغرق ده. هاك ذوق طعم وعطاتنا في النهاية. عجور المعارف يقول عجور. يا يحفر، نحن قعدنا مع المسؤولين واتفقنا معهم على كل التفاصيل. قعدتوا كمان؟ والله دي قاعدة ما منظور مثيلة. التعويض مجزي، والأرض حتكون مروية، والحكومة حتساعدنا، بتساعدنا بالتمويل، حنستخدم الهندسة والتغنية العالية، والسد بينتج الكهرباء. يا جحفر، كهرباء تغطي السودان كله، حتكون في غرية نموذجية فيها خدمات، مستشفى وكل خدمات الحياة العصرية. في بحيرة السد مارس حياتك دي ذاتها وبمركبك دي ذاتها، والسمك وفير. كملت كلامك؟ يا جحفر انت زول مؤثر، عايزك تغني عن الناس، ما عايز زول معارض. نحن لازم نتكاتف كلنا والمستقبل أفضل. كده كلامي خلي في بطني. تعال بعدين العصر نتلمى ناخد لينا قاعدة ونلزم الجابرة وناخد خشم خشمين. خلاص بعدين، لكن وين؟ ايش انا والدبريد ولا مطيب والدبريد؟ اهلا بك يا عم ودعكر. اها الاخبار شنو؟ شن قال؟ هم منو؟ الناس جايين رايحين من الحل دي. الناس منو؟ ما انتوا، انتوا قولكم شنو؟ أها نسبوك رأيهم شنو؟ الحلة بتغرق والأغلبية وافقت والسد قايم، تاني الجعجع شنو؟ مليتوا الاستمارة؟ ملينا الاستمارة واستلمنا خرطة بيتنا الجديد كمان، انتوا استلمتوا؟ والله يا ولدي عمك راسه مشطوب له يوم الليل. راسك ما ينشطب يا عمي ودعكر، سوي لك رأي حتى كان عوج، العديل رأي ولا عوج رأي؟ ونصيحتي لك يا عمي ودعكر، الرأي العديل ما زيه بديل. طيب مع السلامة. ودعتك الله. الله يديك العافية. هاي الهنا جحفر رأي شنو؟ جحفر سيرت الكلام في الموضوع ده قص وما بدوره. ويتو ودعكر؟ ما عنده رأي، دراعه سابق رأيه. كان أنا بالتشورة شوفينا نحن مدفونين ونحن حيين، كان جاتنا فرصة تغير حياتنا نحمد بها الله. البحر رجع عني، نحن كنا وين وماشيين لمتين؟ ها؟ ننقل في الموية عشان نصل الزير والهواء يشربها. نحمد الله. قادر الله. هلا هلا تعجبوني يوم اللمة يا ناس برق العطشان. اختصر كلامك يا جحفر، في ناس وراك دارين يتكلم. اول شي قبل ما يتكلم، انت يا سليمان جاي بعربيتك دي، ودعكر ده جاي بحماره، وانا جاي بكرعي. هاي لكن عربي يا سليمان خدمة يمينه وعرق جبينه. هاي باقولنا شي، انا يا اخواننا شايل كربي وماسك دربي. اصبر لي خلوني نتم كلامي. عايز تقول شنو في النهايه؟ تعال طيب وتعال يا ولد عكر. امسك ده يا ولد عكر.
امشي يا طيب اعصب عيون سليمان دين، وانت يا ولد عكر اعصب لي عيوني. يعصب عيوني ليش؟ شنو؟ خليه يعصب ونول وبعدين بوريك في شنو. اعصب. عصبت هنا يا جعفر، قول كلامك. انا يا اخوانا بفتخر اني ولد الحله دي. بتعرفني وبعرفها، والجنى ولد المدارس ده والضل البارد ده رجي رحلنا من الحله دي. نرحل لاننا حنغرق، ونرحل لاننا رحلين للافضل. انت رحلت من زمان، من زمان، وسكنت المدن، ولانك ما مننا جاي الليله دار ترحلنا منها. انا ما منكم يا جماعه؟ ما بتشهدوا انا من الحله دي؟ خلاص، اكان انت ود الحله دي وبتعرفها زي ما انا بعرفها، شدره شدره ولفه لفه وحجر حجر، ان احنا الاثنين عيوننا مع الصبات يا سليمان، والبمرق وبيمشي يدخل بطن بيته ويقعد في عن قريبه، يبقى هو ادى الحله دي وكلنا نسمع كلامه. وناس بس ده ما منطق، عشان انت الشجر ما بعرفك والوطن ما بتعرفك خايف منهم. لكن انا يا اخواننا قدامكم هسع بمرق، اكان طقشت لي شجره ولا عتر لي حجر، ابقى انا ما جعفر. حرما يا حجة لموعد صلاتك، إن شاء الله يكون سلمتك. ما لك رابط عويناتك وراسك من الوجع؟ كلمة سليمان لا تأخذ بهم. سليمان ميل براي الحلة، لكن أنا أسم القدر غداه. ماشي وين؟ جاي ماشي اشوف الكلام المرخرخ ده حد وين. يا ود عكر، يا ولد بريده، يا ولاد شاشوب، يا ولاد شاويش، انا من ريحه عرقكم بعرفكم. اجانا ولد المدارس ده قال داري رحلنا من الحله دي، والحكومه بتعوضكم. برق العطشان دي بتتعوض؟ بتتعوض ليه؟ ما بتتعوض. اللمه دي بكم؟ اللمه حتكون افضل في المدينه الجديده. البحر البديل بكم؟ البحر ببحر. رحنا دي زمان حلقت وعجبتها طينة برق العطشان ونزلت فيها، البسين لنا منها بسين روحنا. يا جماعة ما تسمعوا كلام جحفر؟ ويسمعوا كلامك انت؟ اللي عايز يستلم تعويضه يجي يستلم استمارة ويملاها، وفورا يستلم أرضه الجديدة وتعويضه المجزي. والمعايز المعايز معايز. خلاص خلاص يا اخوانا، انا ما عايز ما عايز. يا امي ممكن تسمعيني شويه؟ ما جيتيني قبال ده وقلت لك ما تجيبي لي سيره الرحيل. المشكله انه الغالبيه العظمى ملت استماراته، وفضل جعفر، وانت بحكمتك ممكن تقنعيه وتأثري عليه. اقول لك كلام؟ كان جعفر ضرح العديكة دي انا ما راح له. يا بنت المدن ما تشوفي لك شغالة تقضيها؟ ده مستقبل اولادك يا ود عكر، امسك. ديو معاذ يا ولد معاذ،
ايوه يما. امسك املى الاستماره دي، ابوك لا بيعرف يقرا ولا يكتب. هات جيب انا بملا. هات لي. ودعكر منو؟ الاسم بالكامل. ودعكر منو؟ عمري ده كله عايشه معاه غير ودعكر، ما بعرف ليه اسمي. اسمي احمد عبد العال بشير بن غوسين ودعكر، لكن ما تكتب. اكتب يا سليمان اكتب. احمد عبد العال بشير. عوافة جحفر. حبابة بالرجال ما بيضرعوها قماش. جعفر يا أخوي، عيش أنا الشماد ما يجيبوا لك كلام ويقولوا لك ودعكر استلم الاستمارة، جيت أكلمك بين رقبتي. المرة كبست رأي فوق رأيك؟ رأي العقل مسموع يا جعفر. جعفر مجنون؟ جعفر هواش؟ جعفر ما عنده عقل؟ خلاص اشتريت لك عقل من الخواويضة ودعكر؟ أنا غايت ومضيت وبصم. خلاص كنت مضيت وبصم، حبر البصمة سووا حنة وانقز لها فوق، انقز لها فوق يا البايع دارك. تحفر أخويا زول ما بيبقى براه، والشدرة ان وقعت بتقع عليه أخوتها. شدرة بتقع، شدرة بتموت واقفة يا ودعكر. الحطب ده تعالوا اوصلكم، خدوه في الظهريه. نحن خلاص وصلنا، كتر خيرك وما يفوت لي غيرك. الحمى ما كلمتك؟ انا مع شنو كمان؟ انا مره خضراء وجحفر نار ما زول. عيني توبي كده، عيني رجلينك في الواطه. الحال ده لازم يتغير، دي ما عيشه دي. انا كلمتها قلت لها ان احنا مضينا على الرحيل. الكلام ما كفايه ولازم تجي في موقف قوي. جعفر في النهايه ما بيعرف مصلحته. كلام الناس ديل في مصلحتك. على العموم دي الاستماره استلميها انت، اذا رفضت امضيها، نحن بنقبلها منك. استلمي. هاك دي شنو؟ ما عارفاها، لما نيجي جحفر اديها ليه. جحفر غريب عليك؟ عاد ماشيين نقعد برانا يوم ما نصرة، والله اصبع الواحد ما بغطي الوشي. وشينا عيب وشنو؟ اللي يقول الشمات هدومنا مقطعة ونعنا نصها ما في، والرمد دخل الكبد. موية تحت التبن قتلنا. الناس بيقولوا الدار الجديدة واسعة، وبقولوا الدابة السريعة والدار الوسيعة، ينادر الخير والخير يناديه. هي قوم يا ولدي، قوم من الواطة، أبقى فوق.
الورقة الشوم دي بكام ما جبتيها رجعيها. بشر يا زول بشري بالخير، والله الوطن جديدي واسع والبيت ما شاء الله تبارك الله. اهو التعويض ده التعويض والله ادوني جلس قروش في حياتي ما حسبته. ده القروش جعفر ما في زول ما وقعته. راجل احمق وما بيعرف مصلحته. عطيه في حالات ما يوافق. فردي واحد ما بيأثر على الجماعه. خلاص ننتظر يوم واحد ونرفع الورق. ولا دقيقه. انا سلمت الاستماره لزوجته. لو وافقت خلاص. تفضل. انضم معايا يا جعفر. ما تسكت، فضي بطنك. عيب الراجل يسلموا عروس زي نوار تطلع يجوعها ويخليها عود. أنا ما زميتك. يلبسها توب زي قشرة البصلة. نعالها رضا ما في والرمض يخش الكبد. عشان ما جابوا لك الكلام. انت يا الهانا صبرت علي صبر البعير على الشيل والسفر الطويل. انا ما لميتك ولا زميتك. طراطيش الكلام شنو يا ولد؟ الجوع سكين يمه وانا جيعان وجيعان ما سترجعان. كلامك ده كلام زول قنعان. شوفي يا بنت الناس، انت عايشه معايا على جو مقيده. شوفي ليك شهدين اتنين، انا بفك جيدك وتمشي مكان المستقبل المشرق. جعفر جزا المعروف عشر كفوف. انت شهد ضيفان، كان حلبوها ما بتكفي، كان ضبحوها بتعشي. وافليلي 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 الشمات اولاد الحرام الكذابين. ريتو كان كلام شماتها الهنا، ده شوف عين وسمع ضان. وانا يا الهنا ما قاير روحي ممشيك حفيانه، لكن شوفي مكان كفايتك وين. وانا لومك علي اسرحك كان انا سجانك. والله والله 30,000 مرة اسمع مني حليفه، تفارق الهنا الا فارق لك الحياه السهينه ده. وانت ابقى زول سرحه ساك.
منو؟ أنا جعفر. أنا الموت يا سليمان. أنت متهجم علي؟ أنا ما متهجم عليك، أنا جاي أقول لك كلامك اللي قلته لي مرتي أنا شفته بعيني دي يا سليمان. أنا ما قلت حاجة غلط، ده ما السبب اللي جابني ليك يا سليمان. أنا جايك بخصوص بيع الأرض، بيع الحلة يا سليمان. نحن أرضنا ما بنفرط فيها، أرضنا يا نقدر فيها بعزة يا نموت لندفن تحتها. موضوع أرض العطشان مات واندفن وقامت محله مدينة جديدة اسمها نور الأمل. أنا ما جاي أتونس معك، لا أنا جاي أتحداك. بكرة الصباح بنتلاقى أنا قدام هناك، أنا براهن على عيني يا سليمان. أنت بتراهن على شنو؟ أنا ما خايف منك. بتراهن على شنو يا سليمان؟ العين بالعين. أنا وأنت بكرة بتحت عند النيل، أنا وأنت وبس، راجل لراجل. ما في راجل بخاف من راجل. خلاص خلاص، بكرة في الموعد أنا وأنت بس يا سليمان. من حجر المخاض هناك بتحت. سليمان تعال متسلح يا سليمان. كان قتلتني أنا عافي ليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحنا مالك جعفر من امبارح السيف في السكين حقته، لا اكل لا شرب ولا اتكلم مع زول، وقام من دخش الرحمن مشى على الجبل الحدى البحر. الله يكذب الشينا. خلاص امشي على اهلك وانا بحصله. خلاص انا بمشي معاك. قلت لك امشي تلف فيك. يا رجل ها ماشي ماشي حصيل الناس ديل. ابعد من الشر وغني له. قلت كدي هاي اسمع يا ولد الخوف، انا في ده برق العطشان، وفيشان خاطر برق العطشان تهون المهانة والمحارم. لو انت راجل نحن برضو رجال، نحن أولاد عم يا جعفر، أولاد عم. تعال تعال نتكلم بالحكمة وانا على إبليس واسمعني. أنا جعان ومرتي مقطعة وحفيانة وبطونة حافة وعيون الأفانة ليه مدينتك الجديدة، لكن أنا ما تفهمني غلط، ما تفهمني غلط يا جعفر. أنت قايل الحلة دي بتقدر تبيعها بورقة بيضوط تقبض تعويضة؟ انت غلطان يا سليمان، الحلة دي ما بتتباع، ورقتك البيضة واستمارتك مشرطة. انا الليلة بشرط روحك. اسمعوا يا طير،
اشهد يا شجر، اشهد يا برق العطشان، اشهد يا بحر. جعفر ود ابوه وجده غرر يعور عين الشيطان. لو قربت خطوة حضرب في المليان يا جعفر. جعفر انا كنت قادر عليك، لكن احنا اولاد عم، عشان كده انا ما ضربتك. انت بتضرب في الهواء، انا ما بضرب في الهواء. انا داير لسانك ده الخشيت بين ناس، ولا اقول لك انا داير عين الشيطان دي. الحمد لله الشرطة جات في الزمن المناسب. والحصل شو وصله؟ جعفر ضرب سليمان بالسكين في عينه. الخلع علينا. لكن في ريال اتصرفت، اتصلت بالشرطة. لو ما كانت اتصرفت كان جعفر قتل سليمان بالسكين والله. ودوه الحراسة؟ لا، ودوه الفندق. أشياء يقولوا لك سكاكين ودموع، تقولي ودوه الحراسة؟ هيكون ودوه وين يعني؟ أسا أنا ما جايكم عشان الكلام ده، أنا جاي أقول لكم البيوت الجديدة جاهزة وممكن من اليوم ده ترحلوا طوالي. ماشينا لم قروش التبرعات، قروش الدية عشان نمرق جعفر من السجن. جعفر ده خلوه في السجن، جعفر ده كان ساكن الحلة دي كلها. عليك الله، شوف نحن كنا وين والليلة وين. نحمد الله نحمد الله، لكن الناس بالناس. أها ودعتك الله، تقعد عاف. السلام عليكم ناس البيت. مرحبا. السلام، كيف حالكم؟ اهلا الطيب، تفضل. الله يديك العافيه. حجه نصر ام جعفر كيف حالك؟ حبابك يا ولدي. الله يديك العافيه. مرحبا. خالتي الهنا، الزياره جايه، انا دار امشي معك السجل لجعفر. سمح تفضل، انا اجيب لك مويه من الثلاجه. قبال المويه البارده، انا دارك معي في مشوار مهم. سمح تفضل. حجه نصر ان شاء الله الدار الجديده عجبتكم. الحمد لله يا ولدي، بس ناقصة جعفر. الناس دي كلها استلمت راضية ما شاء الله زي ما انت شايفة. كان بالك ليه جعفر؟ جعفر ضيع نفسه وضيعنا معاه. حق جعفر ما بروح، ونحن ما بنرضى له حقه يروح. هسوي له شنو انا جعفر؟ جعفر ما بياكل الصدفة، وما بيتكلم بالليل، وما بيعرف مصلحته. حقه محفوظ، بس هو يوافق. جعفر محكوم بالدية، من وين نجيب قروش الدية؟ يا خالتي احنا رجال ما بنحسب قروش. مدحتك الله. امك بتسلم عليك يا جعفر. ما لا ما جات معك، ولو ما دارت تشوفني في السجن. سجن حق الرجال،
السجن ما حق الرجال، السجن حق المغفلين، حق ناس مطبلين عقولهم من الحكمة. خلاص عشان مضيتي وسلموك بيتهم وعليك خشمك بيه وسكتي؟ الفرق بين برق العطشان ونور الأمل فرق السائر للطائر، فرق الحي للميت. كمان البيوت السمحة، الموية الحلوة، الكهرباء، الزراعة، الروح ردت فينا بعد ما مرقت من كرئينا. انت شفت السدى جحفر؟ بعد تمرق بتشوفه دنيا خمج، شبعنا شبع. أبا أبيع لك؟ فريال أهلا. أمي نصرة دي عندها كلمتين دايرة تقولي ليك. خير يا أمي، في شنو؟ لساني مقطوع، أقول شنو؟ أبلع روحي؟ الشحات ما ليه مجدة، جعانة ما أدقر يغطي، ما جعان تكيل، ما تور العفو يا بنتي، أعفي مني، أعفي مني لله والرسول، أعفي مني. رفضت التبرعات بتاعت الدية لشنيه يا عم جعفر؟ وانا خلوني انا قاعد في سجني داخل. كان تقبلها النبي قبل الهدية والشداعة والفراسة لها عنوان. مهما كان يا جعفر، نحن اولاد عم، الدم الاسود ما بقي في بيناتنا، انا وانت على الغريب. أنا عافي ليك يا جعفر، أنا عافي ليك، عيني كرامة لي نور الأمل.
ناس بالهمة العالية شادوا الميت العالي صروح بكرة النادي وعد أخضر بكرة مني والحسرة تروح والحسرة تروح تروح.